السلام عليكم. شو بيديزات كالعادة معكم. رانا شلنا المقابلة، كيفاش تلعبت مقابلة مقابلة سمحوا لنا بالك، مقابلة تاع ريال مدريد مع ميلان، مقابلة استعراضية، مقابلة كبيرة، مقابلة بين فريقين كبيران، فريقان ميلان اللي كان محتل الكرة العالمية بالتتويجات بالكوب دوروب بعد التراجع تاعو. هذه هي المقابلة، فريق عريقة، يمكن نقولوا بلي فريق عريق، فريق تاع ألقاب، فريق اللي عنده شخصية تاعو، عنده تقاليد تاعو، عنده أنصاره، عنده في كل مكان أنصار تاعو، فريق اللي يبقى محبوب لدى الجماهير. كاع الواحد يبغي تيب، واحد يبغي ريال، واحد يبغي بارسا، بصح شتيلا الفريق ميلان، فريق الإيطالي اللي يبقى محبوب عند الجماهير الرياضية، جماهير اللي تحب كرة القدم، يشوفوا فريق، يشوفوا هذا الفريق خرج بزاف لاعبين، جاب لاعبين كما يقول لك، مروا على لاعبين كبار، مروا على هذا الفريق. وشلنا اليوم مقابلة، ما نقولوش اكتشاف، بيل بعد رحيل كريستيانو بيل، تبان لي بلي السنة سوف ينفجر بيل، رغم انه كان شويه ما كانش باين مع كريستيانو، كريستيانو هو اللي كان مغطي كما يقول الشجره هي اللي مغطيه كلش، بصح تبان لي باللي بال بالاستخدامات اللي جابتهم الريال ومع بنزيما والاهداف، مع اللاعبين اللي عندهم خبره كبيره في الميدان في ريال مدريد، لاعبين قدماء. يعني بال سنة هو اللي غادي يولي كيما نقولوا حنايا هو الشوشو تاع الفريق. شنا الهدف الاول، شنا الهدف الثاني من بال، شنا الهدف الثالث، شنا هدف التعادل تاع ميلان فانيك، ما ننساوهاش ميلان، الهدف تاع التعادل، الهدف فانيك كان في زاوية ميتة، وشلنا كيفاش عدلوا النتيجة. بعد ذلك ريال مدريد يعرف كيفاش يستغل المساحات، يستغل اي شيء. شلنا الهدف الثاني تاع بيل كيف جاء على 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 الطريق ركنيه، واستغل الهفوه تاع المدافعين وين رماها في الشباك. يعني غادي سنه نقولوا بلي ريال مدريد سوف يقدم من كما يقول احسن موسم له في هذا الموسم. اخر مقابله وديه، مقابله كانت استعراضيه امام جمهور، امام فريق عالمي، فريق كبير ميلان، مشي فريق صغير، مشي فريق اللي غير معروف، فريق معروف بالاداره تاعو القويه، معروف بالشخصيه تاعه والتقاليد تاعو، باللاعبين تاعو. فانيك يعني اليوم ريال مدريد لعب كانها بدايه، لعب كانه يلعب بدايه الشامبيونه كما يقول لك، لعب نقولوا حنا هذو الفرق من البوغ امام فرق كيما هكا كبيره، نقولوا لهم بلي لعبوا كان لعب جوله الاولى. شلنا كيفاش حسم في اللعب، خطه محكمه، لاعبين مركزين احسن تركيز. ريال مدريد اللي يبقى مسيطر في هذا على ميلون في المقابلات الوديه، وين نعرفوا بلي ميلون في المقابلات الوديه فاز مرتين على ريال مدريد، والبقيه كلش للريال مدريد. يعني اليوم نقولوا بلي بال بين للجمهور وبين الاداره وبين المدرب الجديد، بين له بلي دا الثقه تاع المدرب، راحت هذيك تاع الفتى الزجاجي، فتى من بعد الانتقادات اللي كانت عليه، الكل كان يطلب برحيل بال، لكن بال يفاجئ الجميع، بال عرف كيفاش يعاود يكسب الثقه تاع الجمهور، الثقه تاع الاداره، الثقه تاع المدرب، الثقه تاع اصحابه، بزاف صوالح. هذو هما الفرق الكبير، اللاعبين كبار اللي يمرضوا ما يموتوش. هذو الفرق، هذو اللاعبين اللي تقارع لهم يعاودوا يولوا في اي لحظه، في اي مقابله، في اي موسم. شوف الريال كي تكون عندها خبره مع هذو اللاعبين الكبار، كيف صبرت عليه رغم ان الانتقادات، الصحافه، الجمهور، الكل كان يطلب برحيل بيل، لكن الاداره صبرت عليه وعرفت كيفاش تستغله. وشوف السنه كيفاش قلع
التقليعة هذه، خاصة أمام فريق ميلان، فريق كبير، فريق تاع كي نعرف كيقولوا ميلان مدافعين أقوياء، خط وسط ميدان قوي، هجوم قوي، لكن اصطدم بعزيمة كبيرة، عزيمة الريال، شخصية الريال، تقاليد الريال. نقولوا بلي ريال مدريد يبقى هو سيد أوروبا، سيد العالم. على هذيك نقولوا بلي ريال الفريق اللي لا يستهان به. واللاعبين عندك شلنا مودريتش كان في الاحتياط، شلنا بزاف لاعبين كبار كانوا في الاحتياط، رغم ان الاشاعات ما على باليش لا صح ولا ماشي صح، اللي طالب بالرحيل مودريتش، اللي طالب بالرحيل ما راناش عارفين لا صح ولا ماشي صح، مازلنا ما تاكدناش منها. بصح لا، رغم ان مودريتش كان في الاحتياط، لكن ما بانش الغياب تاع مودريتش، الغياب تاع مودريتش ما بانش. ضربوا شتان قارون الانطلاقه القويه تاع ريال مدريد في الجوله الاولى، الجوله الثانيه، الجوله، حتى السبع جولات الاولى لريال، يبين على النوايا تاعو، ويبين على كما يقول لك على الحفاظ على اللقب، الحفاظ على اللقب الاوروبيه، ويحوس باش يدي الشامبيونات تاع اسبانيا. هذه هي، وربي يحفظكم وصحيتكم.